السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو أصدقاء سوف نقوم بتجربة واحد من بين الحراس الذين طلبوا مني بشكل كثير في التعليقات. نعم يا أساطير، بطاقة إيدرسون بأوفر 104 سوف نرى هل فعلا هذه البطاقة أو هذا الحارس سوف يؤدي معنا بالشيء الكبير في المقابلات أم لا يا شباب. فبالنسبة للحارس القادم الذي سوف يكون بعد إيدرسون هي البطاقة الخاصة بجيرو يا أصدقاء، ذلك المهاجم الخاص بفرنسا. بالتالي سوف نقوم بتجربة الحارس جيرو شباب، لكن أتمنى أن تكون بطاقة إيدرسون جيدة جدا في حراسة المرمى، وكل هذا سوف نتحدث عليه في ختام الفيديو. سوف أعطيكم تقييمي لهذا الحارس، كذلك سوف نعمل مراجعة لكل بطاقات الحارس إيدرسون. لذلك قبل البداية لا تنسوا الصلاة على أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، لا تنسوا اشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو كما تلاحظون. فكما تلاحظون فبطاقة إيدرسون بطاقة قوية جدا في الطاقات، تقريبا أفضل من سافيتش وأفضل من بطاقة فاندرسار ب 15 تدريب، 149 في الأطماء، 149 في التمركز، 149 في الارتدادات. بالنسبة لسمات هذا الحارس فهو ممرر تمريرات طويلة، بالتالي أتمنى أن تكون هذه البطاقة جيدة. أتمنى فقط أن أنتصر في المقابلات، لأنه إذا كان أداؤه سيء فاعلموا لاحظوا الخصم دقيقة دقيقة يا إخوان، والله تشكيلة خرافية يا جماعة. لاحظوا هذا السيف، والله وضع لي النفاتات في السرعة في الهجوم، وضع لي اليوم 104 ب 30 تدريب، وبطاقة صلاح ب 25 تدريب بأوفر 104. يا ساتر على تشكيلة بيتيت وخلت في مركز ام ب 30 تدريب، فاندرسار ب 25 تدريب، ودفاع خارق، اظهرته خارقه، تشكيله متكامله يا جماعه، لكن اتمنى ان يكون جيد حتى نجرب بطاقه إيدرسون بشكل كبير في المقابلات. لذلك اتمنى ان يعمل عليه هجمات كثيره ونشوف كيف سوف يكون حال إيدرسون معي. الكره مع تشافي، خلونا نبحث عن فولار الى كفاره الى ايزيبيو، مر فولار، يلا يا فولار، وريكارد في التغطيه. الكره زالت مع الخصم، الكرة مع ليا، ولاحظوا كيف يلعب، والله الخصم لعيب من هذه التمريرات. الكرة مع صلاح مر، مستحيل التمرير، ما هذا الخروج إيدرسون، بل أنا أول الأهداف يا شباب كما تلاحظون. لكن خلونا نركز، الكرة مع إيزيبيو شروتربرغ، هل ستمر يا إيزيبيو؟ مستحيل يا كفارة، أرجوك يا كفارة كفارة يا ريكارد. الكرة مع الخصم، يلا خطف، يلا خطف، يلزمنا نستغل هذه المرتده، يلا يا ايزيبيو يعيدها لفولار، فولار الى كارلوس، يلا فتحنا المساحات لايزيبيو، ارجوك يا ايزيبيو، يلزمنا نسجلها، مستحيله يا ايزيبيو. التعادل، والله الخصم قوي جدا، حتى اذا تعادلنا سوف نكون سعيدين جدا. لكن خلونا نشوف، الكره مع لياو، مستحيله يا لياو، هذا هو اللاعب الوحيد الذي يرعبني في الهجوم. سقراطيس عماد تبحث، هل تمر امام كارلوس؟ مستحيل يا عم. والحمد لله نهايه المقابله مع هذا الخصم الاسطوري سيف يا شباب، الحمد لله اننا تعادلنا معاه. وخلونا نشوف الخصم الموالي يا شباب، يا رب ان يكون خصم اسطوري لحد الساعه، بل انا اول الاهداف، اتمنى فقط ان يكون هنالك كلين شيت. والله شكلي اليوم راح العب فقط مع التشكيلات القويه والتشكيلات الاسطوريه، تخيلوا معي رونالدو الظاهره وايزيبيو كلاهما ب 25 تدريب، خط النص خرافي، فييرا وخولات، خط الدفاع عالمي يا سبب، ولو ان لوسيو جيد حتى وجدا، ودوناروما ب 30 تدريب، يا ساتر على تكيله عند وليد. يا رب ان تكون مباراه اسطوريه يا شباب، ويعمل لنا إيدرسون تصديات خرافي لحد الساعه. في المباراه الاولى غائب جدا يا شباب، الكره مع ايزيبيو لفودين، فودين وغريمالدو، هل ستمر؟ مستحيله مار، تمريره طويله لكفاره، يلا يكفاره، امتعنا يكفاره، مستحيل، والكر يتصدم. الكره مع الخصم رافائيل، الى داغليتش الى الظاهره، الكرة مع خولات، الكرة أصبحت مع صلاح، مستحيلة يا إيدرسون، أولى التصديات معي، تصدي خرافي من هذا الحارس، يلا خلونا نركز، أرجوك لا تسجل من هذه العرضية، أرجوك، الحمد لله. الكرة مع إيدرسون، الكرة لازالت مع فييرا إلى رافائيل، هذا رافائيل معاناة معاه، مستحيل السرعات من هذا اللاعب، هل ستمر يا ليو؟ مستحيل، الحمد لله ان الظهر كان متمركز صح واحتسب التسلل يا شباب، لكن كان هدف من رافائيل ليا، والله الخصم ضاغط لحد الساعه لم اعمل ولا هجمه. خلونا نركز، شكلها سوف تكون الهدف، الكره مع فولار، مستحيله، كيف مار، كيف سدد يا عالم يا فولار. الكره مع الخصم، الكره مع زيكو، لا تقل لي سوف ياتي بالتعادل، تكفى يا كانافارو على التمركز صح، والحمد لله انتصرنا على هذا الخصم الخرافي، يمتلك تشكيله عظيمه، وانتصرنا عليه يا شباب بفضل تصدي إيدرسون يا اخوان. وخلونا
نشوف الخصم الموالي أصدقاء، نتمنى كذلك أن يكون يمتلك تشكيلة قوية. خلونا نشوف بأوفر 103 يا ساتر، كل الكل أصبح يلعب بدون روم والبطاقة التوتس يا شباب، لأن بالتأكيد هي أفضل بطاقة في الحراسة يا إخوان. الكرة أصبحت مرتدة، باريلا إلى فودين، فودين إلى إيزيبيو، إيزيبيو إلى فولار، مستحيل الانطلاقات من تشافي، تشافي 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 يا عالمي يا تشافي، تكفى على الهدف يا أسطورة. الكرة مع فودين إلى إيزيبيو، لا هذا تشافي لا كفارة، يلا يا كفارة يلا يا كفارة، ضيعتها يا عم، استرجع كفارة، هل ستسجل الثاني؟ مستحيل، لا لا لا، عالمي 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 يا كفارة. الكرة مع لوكاكو، لوكاكو إلى كرايف، كرايف هل ستمر؟ مستحيل تمر، مستحيل، مر 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 مر، تكفى يا ريكارد، والله الحمد لله، هدفين لم يسجلوا فقط بسبب أخطاء من اللاعبين الخصين في الخصم. الكرة مع فودين، يمررها لوين؟ لا والله سيعمل بورشوت، مستحيل مستحيل، شكل الخصم بلع الثلاثة يا جماعة، ولو أنه يمتلك تشكيلة خرافية إلا أننا انتصرنا عليه يا شباب. وخلونا نشوف الخصم الموالي يا شباب لحد الساعة، إيدرسون ماذا أقول لكم عنه، لكن خلونا نزيد نتأكد قبل أن أتسرع في الحكم عليه. الخصم الموالي يا ساتر، لاكي بأوفر 105 يا ساتر على رونالدو 30 تدريب، زيدان 30 تدريب، والله تشكيلة حلمي أن ألعب بها، لكن خلونا نشوف كيف سوف نتعامل مع هذا الخصم. على بركة الله سوف تكون مباراة خارقة يا شباب. الكرة مع الخصم منذ البداية ضغط علي، الكرة مع مين؟ مين ده؟ صلاح صلاح صلاح، كنافارو في التغطية، الكرة أصبحت ركنية، يلا يا شباب يلا يا شباب يلا يا إيدرسون، ماذا الخروج الخاطئ يا إيدرسون؟ صحح خطأ يا جماعة. الكرة لازالت مع الخصم كما تلاحظون لحتى الساعة لم أمسك الكرة. الكرة مع غريمالدو، غريمالدو يا ساتر على هذا غريمالدو، مرعب في هذا المكان، تكفى يا إيدرسون، ولو أنها كانت سهلة يا جماعة. الكرة لازالت مع الخصم، ويليامز 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 إلى وين؟ يمررها لرودري، رودري إلى زيدان، زيدان زيدان، تكفى على الهدف، والله هدف خرافي يا شباب، لكن خلونا نشوف كيف سوف نتعامل معها، هل سننهزم في هذه المقابلة أم لا؟ خلونا نشوف هل نستطيع الرد بهلا بسرعة يا شباب. الكرة مع إيزيبيو لباريلا، كما قلت لكم لم أعمل ولا هجمة، شكلها أولى الهجمات وأولى الأهداف، أولى هجمة وأولى الهدف يا شباب كما تلاحظون. الكرة مجددا مع الخصم، رونالدو إلى زيدان، يا ساتر يا ساتر، دي بروين، تكفى يا كارلوس يا أربيرتو. الكرة لازالت معاي، كفار إلى باريلا، باريلا لوين؟ لفودين، فودين إلى إيزيبيو، أركض يا فولار، أركض، خذ لك يا فولار، أول هدف أول هدف يا فولار، تكفى يا فولار. خلونا نركز، يا رب يا رب ألا نعمل ولا شيء خطأ، مستحيل. الكرة مع نيكو ويليامز، ويليامز ويليامز، ماذا تفعل يا إيدرسون في المرمى؟ والله لا أعلم، لكن خلونا نركز. آخر هجمة مع الخصم، لا تقل لي الثالث، مستحيل مستحيل، يلا يلا يا إيدرسون، أول مرة منذ مدة لم أنهزم بالثلاثة يا شباب، كما تلاحظون شكلي خسرت أخيرا يا جماعة. جربت بطاقة فاندرسار لم أنهزم في ولا مباراة، جربت بطاقة صافيتش لم أنهزم ولا مباراة، شكل إيدرسون معاناة معي يا شباب، بداية بالتعادلات إلى حين أن خسرنا في هذه المقابلة يا جماعة، لكن خلونا نمنحها الكثير من الفرص حتى نتأكد ونحكم عليه بشكل صحيح يا شباب. الخصم الموالي بأوفر 102 مع رونالدو وكيليان وكذلك دوناروما ب 30 تدريب في حراسة المرمى. الكرة مع الخصم، فيني فيني لمالديني، مالديني لبابي، رونالدو رونالدو رونالدو، وين رايح يا رونالدو؟ يمررها لوين؟ بيلينغهام بيلينغهام بيلينغهام، ضعيف ضعيف جدا في الانفرادات، شكله إيدرسون يا جماعة لم يمسك ولا انفراد منذ بداية المقابلة. الكرة مع بيلينغهام، تمريرة طويلة لوين؟ لرونالدو، رونالدو 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 وإيدرسون، ولو أن التسديدة كانت بعيدة وضعيفة. خلونا نركز، يلزمنا أن نعود في المقابلة. الكرة مع فولار، مر إيزيبيو، إيزيبيو كومباني، هل ستمر يا إيزيبيو؟ أكيد راح يمر، مستحيل، التعادل التعادل في نهاية الشوط الأول يا إخوان. وخلونا نركز حتى لا يعمل الخصم ولا شيء، مستحيل، رونالدو رونالدو إلى بيلينغهام، إيدرسون والله يمسك السهل هذا إيدرسون، أشياء صعبة تسجل عليه يا شباب. الكرة مع كيليان، يا ساتر مستحيل. الكرة مع رونالدو رونالدو رونالدو، مستحيل، الحمد لله الحمد لله، والله شكل محمد يستهزئ بي، لكن
على الأقل شكل إدرسون راح أعاني معاه لو كان في تشكيلتي، سبب كما لاحظتم الكرة مع تشاوميني يمررها طويلة لوين يا إدرسون يا عملاق يا إدرسون. ونهاية المقابلة، شكل هذه المقابلة كانت مقابلة تألق إدرسون، ولكن شكله أداء راح يكون متذبذب، مباراة راح يكون جيد ومباراتين أختين أو ثلاثة مباريات راح يكون سيء. وخلونا نشوف الخصم الموالي بأوفر 102 مع الظهر ودوناروما حدث اليورو يا أصدقاء، وخلونا نشوف ماذا سيحدث في هذه المقابلة. شكلها ركنية 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 نخطفها، يلا يا إيزيبيو يلا يا إيزيبيو، مستحيل مارمين ويليامز أركض يا إيزيبيو، ها هو الهدف ها هو الهدف، مرتدة سريعة يلا إيزيبيو، خلونا نمل البورشوت كاملة بوم، حتى لا نمنح ولا فرصة لدوناروما حتى يتصدى. الكرة مع ويليامز يمررها لخوليت، مستحيل 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 يا إدرسون، ضعيف ضعيف، لو كان دوناروما أو حتى شمايكل أو أي حارس كان سيتصدى للتسديدة الثانية، لكن تبقى فقط يتفرج على الكرة. شكل الظاهرة مار، لا تقل للثاني لا تقل للثاني لا تقل للثاني، وإدرسون في الحراسة. لكن خلونا نركز يا شباب، والله يلزمني انتصر حتى يعني ازيل الهزيمة السابقة يا شباب. الكرة مع فارا، فارا الى فولار، فولار راح ايزيبيو راح ايزيبيو راح ايزيبيو، يا ساتر كيف تلعب في فان دايك يا ساتر يا ايزيبيو، تكفى يا عالمي. الكرة اصحت مجددا معاي، يلا يا فودين، مارمن فان دايك، ارتو ارتو يا دوناروما يا عملاق. الكرة لازالت مع الخصم، مستحيل مستحيل مستحيل، تكفى يا كنافارو يا اسطورة. الكرة لازالت مع الخصم، هل سيأتي بالتعادل؟ ويليامز ويليامز سريع، ويليامز خارق يا ساتر على التمرير يا إدرسون. كمية الأهداف التي سجلت علي في هذه المقابلات السابقة والله لم تسجل علي في الفيديو الخاص ببونو والفيديو الخاص بفاندرسار والفيديو الخاص في، تخيلوا معي جمعوا الأهداف التي سجلت علي في هذه الثلاثة فيديوهات ولن تحصلوا على الأرقام التي سجلت علي في مباراة واحدة لعبت بها أو في كل هذه المباريات التي لعبت بها بإدرسون. سيء جدا هذا الحارس يا جماعة. وخلونا نشوف هذا الخصم كيف سوف نتعامل معه، شكلها سوف تكون آخر مقابلة يا شباب. الكرة مع إيزيبيو إيزيبيو إيزيبيو، إلى وين؟ إلى الظاهرة، الظاهرة يمررها لي من دامين دامين دامين، ده والله أي واحد يسجل راح يسجل عليه بسهولة، لن يتصدى لولا شيء كما تلاحظون. لكن خلونا نشوف هل سنستطيع التسجيل التعديل أم لا. يلا يا فولار، لازم يكون الرد السريع، الرد السريع يا إيزيبيو، لا تغلط أمام إيزيبيو والله راح تندم. الكرة مع كريف، كريف يمررها لوين؟ للظاهرة، الظاهرة الظاهرة، تكفى يا باريلا، والله ليست ضربة خطأ، شكلها حتى راح تسجل عليه، يعني عادي شيء عاهدنا على إدرسون، الحمد لله أنه لم يسددها في الزاوية كانت في الوسط، لو كانت سجلت يا جماعة. الكرة أصبحت مرتدة مع الخصم، إيزيبيو 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 إيزيبيو، يا ساتر يا إدرسون يا ساتر يا إدرسون. لكن خلونا نركز، والله ضيع وقت مع هذا الخصم، يلزمه يبلع يا شباب. الكرة مع تشافي، تشافي لكفارة، يلا بسرعة لإيزيبيو إيزيبيو إيزيبيو، هذا هدفك يا إيزيبيو إيزيبيو، مار من ريكارد، مار من ريكارد، ضربة جزاء يا حكم. خلونا نسدد على اليسار، خلونا نسدد على اليسار، حرام يا إيزيبيو، أنا سددته في الزاوية وهو سدده في خط النص، لكن عادي راح نعود في النتيجة. يلا بسرعة يا فودين، خلونا ننتظر الدعم، روح يا فولار، لا لا خلونا نعيد يا جماعة، يلا يا إيزيبيو إيزيبيو إيزيبيو، لا فودين 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 فودين، لا لا يلزم يسجل إيزيبيو لأنه أضاعت ضربة جزاء يا عالم يا إيزيبيو، والله في وقت ننتصر، لكن نهاية المقابلة بالتعادل يا شباب. إذا يا أصدقاء ماذا أقول لكم عن بطاقة إدرسون؟ هذه البطاقة يعني بطاقة عادية عادية، إن لم أقول لكم أنها أسوأ من عادية، هذه البطاقة سوف تجدها معك في مباراة خارقة تقول أنه أفضل حارس، لكن تلعب به ثلاثة مباريات أخرى أربعة مباريات أخرى سوف تجده سيء، ثم تلعب مباراة سوف يكون معك أسطوري، بالتالي أداء هذا الحارس أداء متذبذب بشكل كبير، ونوعية هذه الحراس لا أحبها يا شباب، إما أن يكون الحارس معك خارق في كل المباريات أو يكون سيء في كل المباريات، من مثل هذه البطاقة الخاصة بإدرسون فهي سوف تنفعك فقط في شيء واحد وهو الأوفر الخاص بها، هو أوفر عالي، لكن كأداء في أرض الميدان فهو أداء ضعيف، فتقريبا كل البطاقات الخاصة بإدرسون فهي سيئة جدا باستثناء بطاقة واحدة هي البطاقة الذهبية، بطاقة بأوفر 88 أو 89 أعتقد يا شباب. لذلك بالنسبة إلي هذه البطاقة يعني لو أضعت لكم ترتيبي لخمسة حراس أو عشرة حراس لن تكون من ضمنهم يا شباب. لذلك أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم يا شباب، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، شكرا لكم على المشاهدة.